بزاف تلاميذ ماهوش فاهمين واش معناها الموقع الفعال المجزأ، ولا فاهمينه بطريقه غلطه. اولا الموقع الفعال هو مادام يتكون من مجموعه من الاحماض الامينيه، صافي كاين احماض امينيه داخله في موقع التثبيت وكاين احماض امينيه داخله في موقع التحفيز. هي في الحقيقه الاحماض الامينيه دو كامل جايين في موقع واحد اللي هو الموقع الفعال، ولكن التقسيم هذا هو تقسيم وظيفي وليس بنيوي. ما كاينش موقع خاص بالتثبيت وموقع خاص بالتحفيز، كاين احماض امينيه دورها تثبيت الركيزه، كاين احماض امينيه دورها المشاركه في التفاعل والتاثير على الركيزه. موقع التثبيت دور تاعو تشكل معقد ES، وموقع التحفيز دور تاعو هو تحرير ماده التفاعل. تبع معايا، اذا كانت عندي هذه الاحماض الامينيه كامل في الموقع الفعال وراني نشوف فيها كلها مرتبطه مع الركيزه، هل يعني انها كلها تنتمي الى موقع التثبيت؟ لا لا خوطنا، ماشي اي حمض اميني يشكل رابطه مع ماده التفاعل معناها ينتمي الى موقع التثبيت. كاين احماض امينيه دورها الارتباط مع ماده التفاعل ولا تقوم باي شيء، لا تؤثر على ماده التفاعل، هذيك الاحماض الامينيه تاع موقع التثبيت. كاين احماض امينيه ترتبط مع موقع ماده التفاعل، ولكن الارتباط تاعها الغرض تاعو شنو هو؟ هو المساهمه في التفاعل، استبدال ذرات مثلا، استبدال شوارد، والقيام بالتفاعل الانزيمي. كيفاش نعرفوهم هنا؟ ما نقدوش نعرفوهم غير اذا صرا خلل في هذه الاحماض الامينيه، مثلا طفره وراثيه اصابت حمض الاسبارتيك والسيرين. اذا كان صرا طفره وراثيه في هذه الاحماض الامينيه وش يقول لك؟ يقول لك الانزيم فقد قدرته على تشكل معقد ES، بالتالي هل يتم تحليل الناتج؟ لا يتم تحليل الناتج، معناتها اذا كان راحت الروابط هذه بين حمض الاسبارتيك والسيرين، هل تكفي هذه الروابط للتاثير على مدى التفاعل؟ لا تكفي، لان الاحماض الامينيه هذه مشكله لموقع التثبيت، هي الاحماض الامينيه الضروريه لاستقرار المعقد ES. بينما اذا كان صارت طفره وراثيه مثلا في الاحماض الامينيه تاع موقع التحفيز الليزين والهيستيدين، اذا صارت طفره وراثيه هنا وتم استبدال هذه الاحماض الامينيه باحماض امينيه اخرى لا يمكنها الحفاظ على نفس الروابط مع الركيزه، فانه يمكن تثبيت ماده التفاعل. يحدث تشكل معقد ES، بينما سرعه التفاعل يصير لها تنخفض او يتوقف التفاعل الانزيمي لان الليزين والهيستيدين تشارك في التفاعل. اذا دور الاحماض الامينيه تاع موقع التثبيت هو الارتباط مع الركيزه وتشكيل معقد انزيمي، والاحماض الامينيه تاع موقع التحفيز يمكن ان ترتبط مع الركيزه، مش الدور تاعها عدم الارتباط، لا يمكن ان ترتبط ولكن الارتباط تاعها يساهم في التاثير على ماده التفاعل بالتالي تحرير الناتج. الفكره تاع موقع التثبيت وموقع التحفيز يمدوها لنا عن طريق طفرات وراثيه ولا خلل ولا استبدال في الاحماض الامينيه هذه. اتمنى ان تكونوا استفدتم بهذه الفكره، لقاؤنا ان شاء الله في الفيديو القادم مع فكره اخرى هامه جدا في درس الانزيمات.